السلام عليكم أطفال صف الروضة الأولى، مع المشروع الرابع صديقي الكتاب، شريط تعليمي في المجال التعبير اللغوي التعبير الكتابي. ماذا سنتعلم في هذا الفيديو التعليمي؟ أبحث عن بطاقة اسمي وأضعها داخل كتاب. المشروع الرابع صديقي الكتاب، نستطيع أن نجمع بطاقات الأسماء ونضعها داخل كتاب. نحن بحاجة إلى أوراق صغيرة، أيضا إلى مقص، أقلام، رصاص، تلوين. بمساعدة ماما يمكننا تنفيذ هذا النشاط. كتاب الأسماء، مرحبا يا نور، أهلا يا جاد، هيا ننفذ هذا النشاط. نبحث عن بطاقة الأسماء ونضعها داخل الكتاب، هيا بنا. أبحث عن بطاقة اسمي وأضعها داخل الكتاب. هذا هو نشاط بطاقة اسمي. والآن مع أسماء أطفال الروضة الأولى، إلين، ذوالفقار، ملك، علي، زينب، محمد، زينب، سيلين، نور، بعض أسماء أطفال الروضة الأولى. أبحث عن بطاقة اسمي وأضعها داخل الكتاب. أحسنتم. يمكننا أن نضع الاسم داخل كتاب. هذه بعض الأسماء، ويصبح لدينا كتاب من أسماء أطفال الروضة الأولى. أحسنتم. إذن نشاط أبحث عن بطاقة اسمي وأضعها داخل كتاب، عملا موفقا. وإلى اللقاء.